أنا من السكينة ديال أمزميز دوار أمادل. نهار الجمعة جات الفجعة وخرجنا من الديور وجينا تحت السماء، والحمد لله ملي جات القوة المساعدة والقوات المسلحة والدرك الملكي بالمساهمة ديالهم جينا لهذا الميدان تنستفدوا فيه. هذه من نهار الثاني تنستفدوا من هذا ثلاثة العائلات، أنا وأختي وولادها وخويا وولادو، وحد مشدين الخيمة وتناكلوا ونشربوا وما خصنا التأخير الحمد لله من ديك النهار، والمستشفى والحراسة علينا وكل شيء والحمد لله ما خصنا حتى حاجة. لا ما كاينش البرد، راه كاين كل شيء الحمد لله، كل شيء موفر، الأغطية الأفريشة كل شيء موفر. وانت كاع تدخل الخيمة ديالك كيسولوك الناس ديال القوات المسلحة ياك ما خصك شي حاجة، بالمساهمة ديالهم الحمد لله حنا مطمئنين. الحمد لله حنا 12 شخص في الخيمة، والخيمة كبيرة ماشي خيمة صغيرة، يعني بالأسرة ديالها بالمانط ديالها بالمخدات، يعني الحمد لله كلشي زوين. كاين اتساع، كاين عندنا الضو اللي بغى يشارجي التليفون ديالو، اللي بغى يضو كاين الحمد لله والشكر لله. الدراري الصغار عجبهم الحال الحمد لله، بعدا حيد منهم داك الفزع ديال اللي عاشوه في داك الحدث اللي وقع، وكاع عايشين مزيان. العسكر الله يجازيهم بخير شدي لهم الخاطر، الصباح نيت داروا شدوهم جمعوهم في واحد القاعه داروا لهم الطوابل وكيديروا معهم اناشيد، والمهم كيحاولوا يخرجهم من ديك الحاله اللي فيهم، اذا النفسيه ديالهم تتقاد شي شويه. انا جيت نهار ثلاث، نهار ثلاث الصباح لهنا، ثلاث ولا اربعه واليوم الخميس، انا والعائله ديالي الخيمه ديال الميليتير، كلشي موفر لينا الحمد لله، ما خص حتى شي خير. الجور ترابو كاين، عباد الله يرحم على الجور اللي باقي مش كاينين الشقوق وهذا، ولكن هاد الناس ما خلوناش حتى شي حاجه. من الصباح للعشيه تيجوش تنبقاو مجمعين بحال القيطون، بحال تنتغداو تنخرجوا تحت الزيتون هنا بحال الايام العاديه. اشنو هو اللي كاين؟ وهو غير الديور اللي رابو، امال شي حاجه الاخرى راه ما خصهاش، من الماء من الشراب زعما جميع المشاكل.